أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني أخواتي متابعين القناة. اليوم جبت لكم وصفة بخصوص برد الرحم أو برودة الأرحام. اليوم وصفة اليوم جدا سهلة وبسيطة، تابعوني إن شاء الله الكل رح يستفيد، سواء كنت بنت أو متزوجة أو حابة تحملي أو حتى انقطعت عليك الدورة. هذه الوصفة جدا رائعة وفعالة. صلوا على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد. غالبا ما تكون الأرحام الباردة هي السبب الرئيسي لإجهاض الجنين أو فشل زرع أطفال الأنابيب أو عدم الحمل أو خربطة في الهرمونات أو نزيف كثير أو إحراج في غازات الرحم عند السيدة، تسبب لها إحراج، ألام في الظهر، مشاكل عديدة. اليوم لكم الحل بعشبة الزعتر. الزعتر البري سبق وسويت لكم وصفة. اليوم رح ناخذ وصفة بطريقتين، يعني رح نستعملها مرتين، الوصفة بالمرة مطحونة ومرة غير مطحونة. كيف رح نستعملها؟ تابعوا للآخر. وقبل هذا كله لا تنسوا تشجعوني بلايكاتكم، واللي زارنا أول مرة أقول لهم حياكم الله، حاولوا تشتركوا وتستفيدوا من الوصفات السابقة والوصفات اللي رح ننزلها قريبا. وصفتنا كلها ناجحة ومجربة ومفيدة، وصفات الجدات وأنا شخصيا أستعملها كلها. شكرا على التعليقات الحلوة. واليوم راح أخبركم عن أعراض برد الرحم. برودة الرحم راح تسبب للمرأة دائما تحس بإيديها وقدميها باردتان، عندها نضارة شاحبة، يصير إصفرار في الوجه، يصير شكلها متغير، مش مرتاحة أبدا لشكلها، عندها تساقط الشعر حتى يأثر هذا الشيء، ترى وجود ألام أسفل الظهر كثيرا، هي تحس إنه في مشكل، في كأنه ظهرها انفصل، عندها مشكل عند الكلى، هذا كله بسبب برودة الرحم. كمان أحيانا سوري بتسبب البرد أحيانا كثيرة بسبب خلل في الدورة الشهرية، يا تيجي مرتين يا تنقطع فترة طويلة، ولما تيجي تكون بنزيف متكتف وتفقد يا كثيرا من الدم يا تيجي الدورة قليلة، ويكون الحيض مؤلم. أحيانا يكون الشعور في البطن ببرودة في المعدة وفي البطن، أو وجود جلطات دموية داكنة في الحيض أو في الأرجل، يعني العروق هذه اللي تيجي في الأرجل زي الدوالي، هذا كل أسباب برودة الرحم. حذاري تمشين وانتي رجولك حافية على أرضية باردة أو تجلسين على الأرض والأرض تكون باردة. حذاري من المكيف إذا كنتي في مناطق حارة أو في مناطق باردة وما تدفين حالك، ترى حتى لو قبل الزواج. انتبهي يا أمي، انتبهي يا أختي، انتبهي يا بنتي. مهم بدون إطالة أقول لكم على الوصفة. تيجي بالزعتر البري، ريحته جدا رائعة وعطرة. الزعتر البري تطحني جزء وجزء، لا الجزء اللي ما راح تطحنيه ايش راح تسوي به؟ راح تاخدي ملعقة كبيرة في كاسة كبيرة من الموية المغلية، تخلطيهم مع بعض، تغطيهم بزجاج عشان تستفيدي من زيوت الطيارة حقت الزعتر. ما شاء الله، اللهم صل على النبي، جدا رائعة ومفيدة لأشياء وايد كثيرة. المهم وتخليها تنقعيها 20 دقيقة، بعدين تشربي كل يوم كاسة أي وقت، يعني قبل الإفطار بعد الإفطار، المهم تشربيها 3 أيام قبل الدورة، سواء كنت بنت أو متزوجة. إذا كانت الدورة انقطعت عليك وكنت في سن شوية كبيرة، إيش راح تسوي؟ تشربيها أي وقت، أهم شيء تشربي 3 كاسات كل 20 يوم، يعني تكرر العملية 3 مرات. أوكي أختي، إن شاء الله بإذن الواحد الأحد راح كل هذه الأعراض تروح ورحمك راح يتجدد بإذن الله تعالى. بالنسبة للسيدة اللي حابة تحمل وعندها دايما يا إجهاض يا ما تثبت لها البيبي، ما يصير عندها حمل بهذا المشكل، فهذه الطريقة جدا رائعة وفعالة، جربوها ناس كثيرين ما شاء الله، اللهم صل على النبي، ربنا رزقهم، فالله يرزق الجميع. إذا كنتي أختي بنت فأنتي كمان رح تشربيها قبل الدورة ب3 أيام، وآخر يوم حق الدورة إيش رح تسوي؟ رح تجيبي الزعتر المطحون اللي أنا طحنته، تاخدي ملعقة كبيرة وتسوي تعبي الحوض، البانيو تعبيه موية مو كتير، يعني موية لين تجلسي، تقدري تجلسي عليها. أوكي الموية لازم تكون حارة مو دافية، حارة، وحاولي تجلسي حبة حبة، اجلسي شوية شوية لين تتغطى جزء كبير من جسدك، يعني تحت، فهمتي علي؟ إن شاء الله تفهمي علي. لازم تتغطي لما تطلعي من هذا الحمام، راح تقعدي في فوق العشبة المطحونة، عشبة الزعتر المطحونة، فترة شوية طويلة لين تحسي الماية صارت دافية أو باردة، قومي بسرعة لا تخليها باردة وانت جالسة عليها. طيب استفيدي وقت الحرارة، وهذاك الدخان حاولي بس شوية شوية تنزلي لين تجلسي تحت.
بعدها دفي حالك كويس وكرري العملية 3 مرات، يعني آخر يوم الدورة، جدا رائعة وفعالة. انتبهي على صحتك أختي. حياك الله في قناتي، لا تنسوني بالتشجيعات واللايكات. أحبكم في الله، مع السلامة.